في اخبار كده بتعدي عليها من غير ما تاخد عينك، واخبار تانية مجرد ما تشوف عنوانها بتفتح بسرعه، يعني تقف وتتنح قدامها علشان تعرف ايه التفاصيل، وممكن كمان تشغلك لفتره طويله بعد ما تقراها. يعني مثلا لما تقرا في موقع مصراوي عنوان عن نشر تفاصيل اللقاء اللي جمع وزير الداخليه بمدير المنظمات الحقوقيه المحليه عشان يناقش معاهم استعدادات الوزاره لمظاهرات 28 نوفمبر، ده يخليك محتاج تعرف تفاصيل اكتر عن اللقاء. لانه لقاء زي ده ليه اكتر من دلاله، اهمها انه بيدي اشاره شويه اشاره شويه 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 صغيرين ان وزاره الداخليه اتغيرت واعترفت بوجود منظمات المجتمع المدني كطرف اساسي في المعادله. اعترفت. بعد الاعتراف بقى مش مهم يحصل ايه، لكن ده برضو حاجة من الحاجات الإيجابية، وده يخلي الناس اللي طول الوقت بتتكلم عن التمويل والعمولات والعمالة في المنظمات دي تتكسف شوية. ما هو ما تكلمنيش بقى عن انه المنظمات دي ممولة من الأجانب وتخرب في البلد، وبعدين لما تلاقي وزير الداخلية أعلى مسؤول أمني في البلد واللي المفروض يكون عنده أي ملف ضد المؤسسات دي بيقعد معاهم ويتناقش معاهم ازاي الوزارة تعدي يوم زي ده، يعني بيستشيرهم، والاجتماع يحضره عدد من قيادات الوزارة ومساعدي الوزير لقطاع حقوق الانسان والاعلام والعلاقات العامة، يبقى تسكت. يبقى حضرتك تسكت وما تتكلمش غير ورقة. لما تقول منظمة الفلانية بتخرف في مصر طلع ورقة، لما تقول فلان بياخد تمويل طلع ورقة ورسمية، غير كده تسكت او تتكسف على دمك يا اخي، او تهاجم بقى وزير الداخليه اللي بيقعد معاهم، ده لو انت يعني قلبك على البلد قوي. المهم في اللقاء ده بعد ما خلصت خرجت داليا زياده المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الديمقراطيه الحره، وقالت انه تم عقد الاجتماع ده علشان يتم تقييم المعايير الحقوقيه اللي المفروض تتبعها الشرطه خلال فض مظاهرات الجمعه او التعامل مع مظاهرات الجمعه اللي جايه، وكمان ناقشوا مع الداخلية الخطة اللي وضعتها الوزارة للتصدي لأعمال العنف وإزاي هيتم التدرج في التعامل مع المتظاهرين في حال استخدام العنف أو لجوء للعنف. داليا زيادة قالت كمان في تصريحها لموقع مصراوي إن وزارة الداخلية قالت إن توقعاتها إنه هيحصل أعمال عنف وشغب خلال اليوم الجمعة اللي هو 28 نوفمبر، وقالت إنه الداخلية مستعدة لمواجهته من خلال خطة ومجموعة من الضربات الاستباقية اللي خدتها في الأيام اللي جاية واللي هتستمر في اتخاذها على مدار ال 48 ساعة اللي جايين اللي هم الأربع والخميس اللي جايين من أجل القضاء على كل المحرضين على العنف. ده فيما يخص الداخلية. الخبر اللي